كلنا متفقين يا سعيد أن أول شيء بنشوفه بالشخص ابتسامة، وللأسف البعض بيخبي هالابتسامة لأنه بيكون عنده بروز بالأسنان. يعتبر بروز الأسنان من الحالات الشائعة اللي بتأثر على جمال الوجه والابتسامة. حسب الإحصاءات هو موجود من 14-26% من الأشخاص. البروز بيحدث لما الأسنان العلوية بتتقدم على الأسنان الأمامية بأكثر من 5 مليمتر مقابل 2-4 مليمتر بالوضع الطبيعي للعضة، وهالشي بيسبب ضعف الأسنان وتكسرها، والأهم الآثار النفسية السيئة خاصة عند الأطفال. أما الأسباب فكتيرة، من العامل الوراثي أو صغر حجم الفك وتراكم الأسنان، وفي خطر حكينا عنه سابقا هو العادات السيئة عند الأطفال مثل مص الأصبع وضفع اللسان للأمام. العلاجات مختلفة، من تقويم الأسنان إلى العلاج السلوكي والنفسي عند الأطفال اللي ما عم بيوقفوا عادة مص الإبهام. وبحال وجود خلل شديد عند البالغين ممكن توصل الأمور للتقويم بالجراحة. وعلى فكرة يا سلامة، ضروري نعرف أن بروز الأسنان الطفيف لا يعتبر حالة مرضية، وممكن الشخص يمارس حياته بشكل طبيعي شرط يكون عنده رضا عن نفسه. وعساكم دوم بصحة وسعادة.